انطلقت فعاليات المؤتمر الإماراتي السادس للأنف والأذن والحنجرة في دبي بحضور معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية ورئيس المؤتمر، وعدد من القيادات الصحية، وبمشاركة أكثر من 2000 عالم وطبيب متخصص من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب مشاركة وفود عدة من دول عربية في المؤتمر والذي يقام في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي بدبي. نشكر سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على رعايته لهذا الحدث اللي هو مؤتمر الإمارات في السادس للطب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة. المؤتمر يتناول أحدث ما توصل العلم في هذا المجال. هناك ورش عمل سبقت المؤتمر، هناك حلقات نقاشية في تخصصات جراحة الأذن الدقيقة، جراحة الأنف والجيوب الأنفية، زراعة القوقعة. المؤتمر يتناول كذلك أمراض الأنف من الناحية الوظيفية والتجميلية، انقطاع التنفس والشخير خاصة التي تنتشر عند الناس اللي عندهم سمنة. احنا ننصح الناس دائما يعملون الرياضة، الرياضة مهمة جدا. كذلك المؤتمر الجديد فيه ان هناك في بحوث علمية تقدم اليها حوالي 40 بحث، اللي تم اختيار 4 بحوث اللي تكفل المؤتمر بقامتهم واستضافتهم في دبي. كذلك دولة الامارات ودبي تقدمت بطلب لاستضافة المؤتمر العالمي لاتحاد اطباء الانف والاذن والحنجرة اللي هو 2021 ان شاء الله. نامل ان شاء الله المنافسة الشديدة، بس نامل دائما الامارات سباقة بهاي الاحداث، نأمل إن شاء الله أن دبي تفوز بها إن شاء الله. يعد المؤتمر الإماراتي السادس للأنف والأذن والحنجرة منبرا مميزا لتبادل المعارف والأفكار وعرض التطورات المتقدمة الهامة التي سترسم مستقبل أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وسيناقش المؤتمر 4 عروض بحثية. كما تضمن المؤتمر معرضا طبيا متخصصا شاركت فيه عدة شركات طبية وشركات أدوية من حول العالم. يذكر أن دبي تسعى وبمنافسة شديدة لاستضافة المؤتمر الدولي لطب الأنف والأذن والحنجرة والذي سيقام عام 2021، والذي يعد واحدا من أكبر التظاهرات العلمية الطبية المتخصصة في العالم.